طيب، ما زلنا مع اتصالات الإخوة والأخوات. سائل خلف من الرياض معنا على الخط، تفضل خلف. سؤال الشيخ. تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. السلام. سؤالي بارك الله فيك، عندي سؤالين. السؤال الأول بحكم راتب التقاعد، تقاعدي بعد سن 20 سنة أو 25 سنة. حكم الراتب التقاعدي يا فضيلة الشيخ؟ هذا حق للمتقاعد، حق للمتقاعد جعلته له الدولة، ويرجع إلى النظام في هذا، يرجع إلى النظام، فإذا كان يستحقه في النظام فهو حلال له،